بمجهودات جبارة تستعد عاصمة الشرق قسنطينة لاحتضان شان 2023 بتجنيد جماعي وفق مخطط لوالي الولاية عبد الخالق سيوضة. سخرت له كل الإمكانيات من منشآت رياضية ثقافية وسياحية، ومن بين المعالم التاريخية التي تحتضن هذا العرس قصر الحاج أحمد باي لما له من تاريخ وجمال وهوية لمدينة ساحرة صنفت كأقدم مدينة في العالم. فعالية هذه التظاهرة من ضمنها زيارات إرشادية متحفية بالثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما سيتضمن البرنامج معرضا أو عرضا للأزياء التقليدية الجزائرية طيلة هذه التظاهرة، حيث سيتعرف الزائرون من خلالها على تقاليد مدينة موروث الثقافي الجزائري. فمرحبا بكم في مدينة قسنطينة، ومرحبا بكم في المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أحمد باي. السلام عليكم، أنا سائح من الجزائر العاصمة، اللي راني متواجد اليوم في مدينة قسنطينة العتيقة، بالضبط في قصر الحاج أحمد باي. زيارة هذا القصر اللي بهرني شخصيا، وخاصة بمناسبة الشان اللي راح يقام في الجزائر وفي مدينة قسنطينة، واللي راح يستضيف الوفود والأجانب، ونتمنى لكم التوفيق وبارك الله فيكم. Les guides qui sont ici, vraiment, ils nous ont raconté toute l'histoire de ce palais et des gens qui y vivaient à l'époque. Je souhaiterais que tout le monde vienne visiter ce palais parce que c'est l'histoire de nos ancêtres, c'est l'histoire de notre pays dont on est fier. Merci beaucoup. Sono italiano e sono venuto qui a Costantina per vedere il Palazzo del Bey e anche perché fra qualche giorno ci sarà l'inizio dei giochi di calcio, la Coppa d'Africa, che si giocherà ad Algeri, a Nava e Costantina, e dove ci saranno tutte le nazionali del continente africano per disputare appunto